السلام عليكم، مكملين في الجزء الرابع من فك تابلو العربية السيتروين السي فور. بنفك جزئين الفبر دول، بيركبوا سلايد كده في نص التابلو من تحت. احنا كنا اخر مرة فكينا الحديد دي، هنفك بقى الحاجات عشان نستعدل قلب التابلو. هنا فكنا خرطوم الفايز عشان لما نيجي نطلع التابلو ما يتكسرش. دي الناحية اللي جنب السواق، زي ما فكينا ناحية السواق هنفك الناحية التانية. هنا في كليبسات ماسكة دي اسمها كيك بانل، اللي بيبقى فيها النور دي، وكفر كده قافل على أسلاك وبيبقى فيها النور. وهنا بيبقى فيها برضو هوايات، يعني فيها من توزيعة هوايات التكييف بتاعة الرجلين. فك الفيشة بتاعة النور، هنا بقى هنلاقي فيش. العربية دي فيها كمية فيش ملهاش أول من آخر، عربية فكها رخم جدا جدا بصراحة. يعني فك بقى الفيش، احنا برضو بنبص في فيش تانية مش ظاهرة ولا ايه. كمل بقى فك في الفبر بتاع التابلو نفسه. دي فيشة السويتش بتاع الارباج، تفتح منه وتقفل السايد ارباج. ونفك المسامير اللي ماسكة التابلو في جسم العربية. هنفك القوايم، البلاستيك بتاع القوايم، راكب كبس. بس هنا يعني الوضع مختلف شوية، لأن هي طويلة قوي طويلة. وهنفك الجزء اللي داخل في التابلو، يعني هنفك الكلبسات اللي هنا، وهتلاقيها بصوا هنا مكملة. يعني بعد ما فكنا فوق لقينا ان احنا لازم نفك من تحت الأول. كده خلاص اهي الفبرة دي، ومن منسلك بقى التانية من تحتها. ادي المنظر هنا بعد ما فكينا. وبرضو نفس القصة هتبقى الجنب التاني. الأول من تحت، بلاستيكة كبيرة جدا جدا. بصوا حجمها قد ايه، تحتها هنا سماعة، وفي جنيه هناك واقع الحمد لله. يعني
لقينا ان بره في مسمار ماسك الحديد بتاع التابلو من جوه زي كده، العربات الكوري اللي بنفكها. فبنفك بره المسمار ده ونفك بقى وصلات الفريون. خلاص فكينا المسمار، هنفك وصلات الفريون والرابر اللي حوالين الوصلات علشان لما نيجي نطلع التابلو الرابر ده ما يضايقناش. هنا هو هنفك بلقمة 10، بنفك الأطراف المواسير كمية تفاصيل وتعقيدات في العربية بدون أي داعي صراحة. يعني دايما الفرنساويين بيميلوا للتعقيد وإن تبقى الحاجة معقدة برخامة. نفلة المواسير بقى من مطرحها، ادي الاتنين اتفكوا، وهنفك الرابر اللي حوالين مواسير المايه هو ممسوك مسمار. عشان دي هتضايقنا الرابر ده واحنا بنسحب التابلو من جوه. وخلاص كده احنا مستعدين ان شاء الله ان احنا جوه نسحب التابلو. خلاص ان شاء الله هنبتدي زحمة.